ما صدفة لانه لاعبين خدمنا معاهم هذه السنين وحنا كنخدموا معاهم، كيف ما شاف الجامع مقابله الاخرى كانت مقابله مصيريه ومقابله صعيبه لانه اتضح لنا اللاعبين العياء وافتقدنا بعض اللاعبين نظرا للتوقيف ونظرا للاصابات، وكانت عندنا اصابه قبل من التسخينات فقدرنا نديروا المقابله. كان عندنا ان بلون دو جو في المقابله الاخرى ضد الفريق الليبي هو بان نحسموا مقابله في الصوت الاول لان عرفنا العياء غيكون في الصوت الثاني. الحمد لله ما كان توفيق من الله ان شاء الله، واللاعبين بينوا على الاستماته ديالهم. كنصور للجمهور المغربي ونوعد ان شاء الله الجمهور المغربي بانه غيكون نتيجه ايجابيه ان شاء الله وشعور كجميع المغاربه، لانه من كيطول الانتظار فكنظن بانه الفرحه كتكون فرحه عارمه. اللاعبين بينوا كيف ما قلت لك على قتاليه ديالهم وكانوا امبليكي 100%. الحمد لله ربي ما خيبناش، ونتمنى ان شاء الله نحققوا نتيجه المزيد من النتائج ولما لا نفوزوا بكاس افريقيا ان شاء الله ديال موريتانيا 2023.